قصة اليوم تتعلق بواحد الجزيرة مرعبة تملؤها الدمى معلقة على كل أغصان أشجار والأسلاك في كل أنحاء الجزيرة، ودوك الدمى كلهم عمرين بالطين والعفن والعناكب، وبعضهم ناقصين رجل أو يد، وكاين اللي ما عندهمش الراس أو العينين. وهذه الجزيرة هي إحدى جزر التي تقع في المكسيك، ويمكن للسياحة الوصول إليها بالقارب حيث أصبحت من المواقع السياحية المشهورة في مكسيك، وتميزت بأنها تبث الرعب في القلوب الناظرين. وكان واحد الكوخ واحد في الجزيرة يسكن فيه شخص اسمه جوليان سانتانا باريرا، وتعرف الاسم ديالو عن في ديك المنطقة باسم جوليان سانتانا، وعنده زوجة وجوج الأطفال في المدينة، لكن هجرهم هذه وقت بعيد وجا باش يعيش في جزيرة بوحده في الجزيرة المنعزلة. وبدأت هذه القصة منذ نصف قرن تقريبا، بالتحديد 1950. ثم كان سانتانا باقي صغير، وكانت عنده عائلة ووظيفة محترمة في المدينة، وكان كيجي يزور الجزيرة بزاف د المرات. واحد النهار هو واقف على الضفة أخرى ديال الجزيرة كيتأمل في النهر، حتى لواحد اللحظة هو يشوف الطرف ديال التوب في واحد البركة المائية صغيرة. ميقرب باش يتأكد كتبان له جسد فتاة صغيرة كتحرك في وسط البركة المائية، فحال اللي عالقة بشي حاجة شادة الجسم ديالها باش تبقى تحت الماء. في ذاك اللحظة ظن سانتانا أن الفتاة بقى حية، حيث عينيها مفتوحين فحال إنسان عادي، وكانت كتشوف فيه بواحد شوفة غريبة. واحد اللحظة قفز سانتانا في البركة المائية باش يجبد الطفلة، لكن كانت المفاجأة الشي اللي جبد سانتانا من البركة المائية ما هو إلا دمية أطفال، وكان غيفقد الصواب دياله. حتى جا واحد المزارع وخبره بالسر ديال ديك الجزيرة، بأنها غرقت فيها واحد البنت بالضبط في ديك البركة المائية، وما لقاو لها حتى شي أثر لحد الآن. وتم تأكد سانتانا بديك الشي اللي شافه في البركة المائية ما هو غير روح ديال الفتاة الغارقة، وبأن الدمية هي العلامة والدليل على صدق ما شافه. ومن بعد رجع للدار ديالو في ديك الليلة، وتغير من شخص طبيعي إلى شخص مريض نفسي، حيث كلما كيبغي يسد عينيه باش ينعس كتبان ليه ديك الفتاة تحت الماء فيك البركة المائية، وهي كتغوت وكتوسل إليه باش يرجع للجزيرة. وفي الصباح غادر سانتانا المنزل ديالو وما رجعلوش نهائيا، وخلى كل شيء موراه ومشى باش يعيش بوحده في ديك الجزيرة. وكل نهار سانتانا بدا كيجمع الدمى وكيعلقهم على أغصان الأشجار والأسلاك، حتى ولا مهلوس بالدمى، وكيمشي كل نهار للمدينة باش يقلب سلة القمامة النفايات باش عن بقايا الدمى القديمة. وبمرور الأيام والسنين تحولت الجزيرة إلى معرض كبير للدمى، حتى الدمى تحدق بالقوارب المارة في الأنهار المحيطة بالجزيرة. وفي عام 2001 تم العثور على جثة سانتانا فوق سطح البركة المائية اللي شاهد فيها الفتاة غارقة، ولا أحد يعرف سبب الوفاة سانتانا. وبعض المزارعين والسكان القريبين من الجزيرة قالوا بأنها تحدق بهم بغرابة أثناء مرورهم بالزوارق والقوارب، وأقسم بعضهم أن الدمم كانت تتهامس بينهما، وأن البعض منهما تدعوهم للقدوم إلى الجزيرة.